بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مساكم الله بخير، حياكم الله معنا في حلقة جديدة أعزائي المشاهدين من برنامج الملعب. في كل حلقة من حلقات البرنامج في كل مرة نستضيف العديد من النقاد والمحللين أو اللاعبين أو المدربين أو كذلك مثل ما احنا استضفنا في حلقة هذا المساء القانونيين بمناسبة أو تزامنا مع المستجدات الرياضية التي استجدت خلال 24 ساعة الماضية، ولذلك أسرة البرنامج قد وفقت باختيار أحد الرجالات القانونيين وخصوصا الإعلاميين الرياضيين. راح أعرفكم على ضيوف حلقة هذا المساء أعزائي المشاهدين الكرام، لكن بعد ما أذكركم أنه عندنا هاشتاغ وهو برنامج أندرسكور الملعب، من خلاله نستقبل مشاركاتكم آرائكم تعليقاتكم حول آخر مستجدات وحول أطروحات ضيوفي الكرام. الشغلة الثانية نطلع احنا وياكم بالعناوين، بعدها أقدم لكم الضيوف. إعادة تشكيل لجنة الانضباط وفض المنازعات. البابطين من رئيس للانضباط إلى عضو. تكليف المسحل بتسيير أمور الرابطة حتى انتخاب رئيس جديد. والمنتخب السعودي يقفز 5 مراتب في تصنيف الفيفا. حياكم الله مرة أخرى أعزائي المشاهدين معنا في حلقة جديدة من برنامج الملعب، راح يكون معكم مشيئة الله تعالى في حلقة هذا المساء رئيس التحرير معاذ الحميدي ومعه في الإعداد خالد الحمدان صالح المرشد وطلال الفرج وعبد الملك الحصيني. أسعد أن يكون معي في حلقة هذا المساء أعزائي المشاهدين الكرام في استوديو الرياض المستشار القانوني والإعلام الرياضي الأستاذ خالد شعلان محمد. مساء الخير. مساء الخير، حياك الله ومسي على المشاهدين عموم المشاهدين، وإن شاء الله تكون حلقة ثرية والسلام موصول للدكتور مدني الرحيمي. بالضبط، خذ سلامنا معك. لا سبقناك يعني. خذ سلامنا معك واللي نرحب فيه ونستضيف الدكتور مدني الرحيمي القامة الإعلامية الرياضية المعروف. دكتور مساء الخير. مساك الله بالنور يا علي والأستاذ خالد الشعلان والمشاهدين الكرام. حياك الله معنا مرة أخرى، حياكم الله أنتم كذلك أعزائي المشاهدين الكرام في حلقة هذا المساء من برنامج الملعب. المستجدات كانت حامية ومثل ما كنا نترقبها بالأمس، أمس كنا غد ناظره قريب، فعلا اليوم اجتمعت مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، اجتمع اجتماعه الدوري اليوم الخميس برئاسة سعادة الأستاذ أحمد الحربي، وذلك في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد أولمبي بمدينة الرياض، حيث استعرض المجلس المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ومناقشته. وقد اتخذ مجلس إدارة الاتحاد جملة من القرارات راح نتكلم عنها ونفصفصها قرار قرار لأهميتها طبعا. فقد تم إذن إعلانها من قبل رئيس اللجنة الإعلامية الأستاذ طلال بن حسن آل الشيخ. نطلع احنا وياكم أعزائي المشاهدين مشاهدة أهم ما جرى في اجتماع هذا اليوم، وقد بالمناسبة حضر الاجتماع مراسل البرنامج ملعب زميل فهد المالكي. نطلع مشاهدة التقرير وبعدها نرجع الحديث عنه. أبرز القرارات اللي تم اتخاذها وأعطيكم بعد كذا المجال لطرح الأسئلة ومناقشة ما تريدون حول قرارات الاتحاد السعودي لكرة القدم. أولا قدم الاتحاد السعودي شكره للأستاذ محمد بن عبد الله نويصر رئيس رابطة الدوري المحترفين واللي انتهت فترة عمله مع الاتحاد وانتهى عقده خلال هذه الفترة، وكلف الأستاذ ياسر المسحل بتسيير أعمال الرابطة إلى حين عقد انتخابات ومجلس إدارة جديد، وطالبه بثلاث نقاط. أول شيء إنهاء النظام الأساسي للرابطة خلال 2 شهر، عقد اجتماع رسمي بين الرابطة والأندية خلال الفترة القادمة، ثالثا بناء للمادة 46 فقرة 8 تقديم تقرير إداري ومالي لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم. ثانيا قرر ايضا المجلس انه يتم وبناء على الاحداث الاخيره اللي حدثت انه يتم التواصل مع رؤساء اللجان واخبار الاتحاد وجميع اعضاء الاتحاد واخبارهم الرسميه للجان واعمال الاتحاد عن طريق اللجنه الاعلاميه والموقع الالكتروني للاتحاد السعودي وعن طريق اللجنه الاعلاميه
كمنبر أول لإعلان جميع الأخبار، ولا يجوز لأي لجنة إرسال أي خبر مباشرة دون أن يكون صدر عن طريق اللجنة الإعلامية. ثلاثا، وهو يمكن الموضوع الأهم اللي تنتظرونه، أنه نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة ونظرا للمخالفات التي وقعت فيها لجنة الانضباط ورئيسها في الفترة الماضية، وهي أولا المادة 96 من لائحة لجنة الانضباط، أول مخالفات مخالفة المادة 96 من لائحة لجنة الانضباط، أنه يجب أن يضمن أعضاء الهيئات القضائية سرية أي معلومات يتم الكشف عنها خلال سير عملهم. المقصود فيها حسب التعريف الموجود في اللائحة المعلومات المتعلقة بالحالة ومحتويات المداولات والقرارات المتخذة. وبناء على النظام الأساسي لمجلس النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، المادة 34 الفقرة 4، وللتنص على تعيين رؤساء الهيئات القضائية والتحكيمية ونواب رؤسائها وأعضائها لمدة 4 سنوات وإعادة تشكيلها وفقا لمقتضيات المصلحة، فقد قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إعادة تشكيل لجنتين فض المنازعات والانضباط لتكون على النحو التالي. أولا، لجنة غرفة فض المنازعات، الدكتور سعود الرومي رئيسا، الأستاذ إبراهيم النعيم عضوا، وموجود من السابق، الأستاذ عبد العزيز العريني عضوا، الأستاذ حمزة إدريس عضوا، الأستاذ عبد الرزاق العنزي عضوا، الأستاذ فهد الحجيري عضوا، على أن يتم اختيار نائب للرئيس من قبل رئيس اللجنة. يعني باقي الأعضاء باستثناء الرئيس السابق الدكتور خالد بن نصر كلهم موجودين، الدكتور سعود صار رئيس ويختار له نائب للرئيس. ثانيا، خالد رئيس مستمر رئيس؟ لا 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 طبعا. ثانيا، إعادة تشكيل أيضا لجنة الانضباط على أن يكون تشكيلها على النحو التالي: الدكتور خالد بن نصر رئيسا، الأستاذ بندر الحميداني نائبا للرئيس، الدكتور عبد العزيز رشود عضوا، الأستاذ علي المطلق عضوا، الأستاذ خالد البابطين عضوا. هذه قرارات اللي تم أبرز القرارات اللي تم اتخاذها اليوم في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السعودي. حياكم الله مرة أخرى أعزائي المشاهدين معنا في برنامج الملعب. دكتور مدني، خليني أبدأ معك بأقل من دقيقة، أعطيني أنت التصور العام اللي خرجت فيه بعد التقرير، مشاهدك للتقرير، وبعدها راح ندخل في تفاصيله معكم عاد أستاذ خالد شعلان. والله اللي شاهدناه انه يعني ما في نظام، ما في ما في يعني صوره واضحه حقيقيه. اذا انت تقول انه رئيس اللجنه ولا هذه انه ما يصرحوا، هل هذا كلام جديد ام قديم؟ طب هذا انت دخلت الدكتور خالد البابطين رئيس للجنه يعني الانضباط، ما هو عارف هذه المعلومات؟ ما عارف انه ما يطلع يتكلم الا بكذا او حاجه جديده؟ طيب اذا خالد البلطان خالد البابطين يعني اخطا في مثلا تخطى الفقره 96 وما دي الامور كلها اذا تخطاها، طيب انت ليش مرجعه يصير عضو؟ طب هو اذا كان رئيس واخطا، طب انت بترجعه ليه؟ انت ما اقتنعت بيه كرئيس وسويت يعني اللعبه دي كلها عشان تبغى طب ما باي باي من الاساس إذا أخطأ، وهذا النظام كله موجود وأخطأ، طب تقيمه تخليه ليه؟ طيب هذا أكثر شيء ممكن شد انتباهك وحاب تعلق عنه، لأن احنا جايين ترى على الفقرة هذه بشكل مفصل. هذا نفس يعني. السؤال أبو محمد بشكل عام بأقل من دقيقة، تصور بشكل عام الأمر محزن من الاجتماع. تدخلات، أنا بعطيكها باختصار، أنا ما أحب الكلام الإنشائي طويل ودائما أحب الاختصار. طلال آل الشيخ الآن، الأستاذ طلال آل الشيخ يتحدث عن مخالفات، حضوره أصلا مخالفة في الاجتماع. اللجنة اللي هو فيها اللجنة الإعلامية مخالفة، ليست منصوص عليها وفق اللجان الدائمة بالمادة 40،
مخالفة وجوده، هذا أول مخالفة بالنسبة للتقرير. ايضا خلينا ناخذها معك نقطه نقطه. أيه؟ مخالفه ليش؟ مخالفه اللجنه ما في شيء اسمه لجنه اعلاميه، في شيء اسمه المتحدث الاعلامي اللي هو الاستاذ عدنان المعيبد فقط. يعني انشاء حشر حشره الكيان، الكيان هذا كله غلط. خلني اقعدها لك، اقعدها لك، وما في اشكاليه، انا مسؤول عن كل كلامي. طلال آل الشيخ كان قبل عامين منذ ان تولى المنصب احمد عيد كان كان لديه نقد حاد تجاه الاتحاد، وانا معه في بعض النقد زين. هم أرادوا يستميلونه، أعطوه هذه اللجنة وسكت على أمل هو. طيب غض النظر ويصر بعدين غض النظر. لا لا، هذه لها نظر، هذه لها نظر. لا صحيح إن عن قولتك اللجنة الإعلامية، لكن يجب شوف، أنا بتكلم عن نقطة مهمة وهي اللي دعتني إني أحضر. الأستاذ خالد البلطان أنا على خلاف تماما بعض أعماله القانونية اللي قام فيها كثير، والناس المتابعة لخالد شعلان يعرفون كذا، لكن أنا ضد الممارسات التي تقام ضده، حكاية الإقالة وإيجاد ثغرة قانونية كي يبعد هذا الشخص. هم أتوا بطلال آل الشيخ ووضعوه في الاجتماع كي ينقذ، يعني هي مسألة إنقاذ للوضع. طلال آل الشيخ الآن يتحدث عن الرابطة اللي هي المادة 46، المادة 46 فقرة 4، الفقرة عفوا الثانية، تحدثت عن النظام الأساسي. أنا أقول له بدري صح النوم يا طلال آل الشيخ، المفترض أن تجاهر بالوجود الفساد اللي موجود في الرابطة، في فساد إداري ومالي، معروف هذا الشيء، معروف عندكم معروف. أعطيني إياها، أعزوها موجود، أنا مسؤول عن كلامي. الأستاذ محمد النويصر الحين ذهب، زين ذهب ولم يساءل حيال هذا الشيء. أنا ليست قضيتي خالد البابطين وما إلى ذلك، أنا قضيتي الأساسية من يأتي بهؤلاء الأشخاص ويعينون، من الذي أتى بمحمد النويصر، من الذي أتى بخالد البابطين، من الذي أتى بطلال آل الشيخ. التعيين يا أستاذي علي لابد أن يرتكز على، إحنا نعرف الترشيح يتم في الجمعية العمومية وله شروطه. صحيح. النظام الأساسي أعطى الهيئات القضائية، أعطاها صلاحية المجلس الإدارة، هم الذين يعينون. عندما يعينون كيف يساير عقله وسمعه، يعطي سمعه لعبد الله البرقان أو الهريش إنه يعين كيف ما اتفق؟ عبد الله البرقان هو اللي أتى بال هذا النظام الأساسي، هو الذي أتى عبد الله البرقان بأحد الأشخاص الموجودين الذين ذكر أسماء، وما أبغى أفصح عن اسمه. البابطين أتي به بالأساس من الهريش ومرر على المعيبد على أساس إنه الهريش الآن موجود في الرئاسة العامة لرعاية الشباب. إذا كنا نريد إنقاذ الاتحاد السعودي لكرة القدم والكرة السعودية لابد أن نتكلم عن هذه الحقائق. طب خلينا نجيها واحدة علشان حتى بنفس الوقت نمسك الموضوع ونخليه بشكل مترابط. أنا مشكلتي في التعيين. بس اصبر التعيين جاي من جهة ولا أعطنيها الآن. التعيين. طب خليني بقول النظام أساس، النظام أعطى صلاحية لكل لجنة، يعني مثل ما قال قبل شوي، يحق هذا الكلام قال طلال الشيخ، يحق لرئيس لجنة انضباط أن يعين نائبة، مو بهذا بالنظام، النظام بحسب النظام. لا أنا لا توقفني عند النقطة، النقطة هذه أنا بالنسبة التعيينات ليست مهمة أنا بالنسبة طيب لي. التعيينات ما الذي أتى بخالد البابطي؟ معني أنا ضد إقالته على فكرة، ضد إقالته، لابد إقالته إقالته. هم الآن يتنصلون، ذهبوا المادة 24 اللي هي إعادة التشكيل. إعادة التشكيل لابد أن يكون موجود فيها مصلحة لإعادة التشكيل. هي طب لا تحرقنا، خلينا نجيها نقطة. بس وضح لي وقت ما قلت إنه اللجنة الإعلامية كيان خطأ. إيه اللجنة اللجنة الإعلامية وجودها خاطئ. ما في شيء اسمه اللجنة الإعلامية، وما في شيء. يعني لماذا اليوم ما ظهر عدنان المعيبد زي المعتاد؟ وأساسا وجود طلال الشيخ لماذا طلال آل الشيخ موجود اللجنة الإعلامية؟ حتى لو كان الشخص الموجود خالد شعلان، أنا ضد اللجنة الإعلامية. ما هي أدوارها اللجنة الإعلامية؟ نعرف إحنا في جميع العالم في متحدث رسمي. طب وضح هو يعني فيها لها نقطة ولا فقرة إنه كيان لجنة الإعلامية إنه خطأ؟ ما في أي شيء اسمه اللجنة الإعلامية في النظام الأساسي، ما في شيء. اللجان الدائمة الفقرة. طيب هل في مشكلة 40؟ إنشائها؟ المشكلة توارت بعد مشكلة البابطين، صار في صراع بين الاثنين في. طب حلو، هذا واضح. قد يكون فعلا ينقذون انفسهم. لا مش ينقذون انفسهم، لكن هل هو خطا انشائها؟ لا، اي خطا ممارسات التي قام بها طلال. كيف يمرر بيان ويقنع فيه احمد عيد انه خالد البابطين مرشح وليس معين؟ هو معين في 20 صفر، معروف هذا الشيء عند المتابعين، معين. انا اعيد واكرر، انا ضد بعض الاشياء القانونيه في عمق القانون اللي مارسها البابطين. اي ممكن الاسبوع القادم في برنامج. انا في هذه المناسبه اشكر القناه السعوديه
تكفلت برنامج قانوني بحت، رياضي بحت قانوني يعنى بالقضايا وما إلى ذلك. أنا ما أبغى أدخل بعض التفاصيل من إعداد الأستاذ أحمد السناني ومن تقديم النائب مدير القناة الأستاذ تركي الدعجم، وأنا أكون موجود فيه. أنا أتكلم هنا مشكلتنا الأساسية في التعيين، ما الذي يأتي بهذه الأشخاص؟ يعني بمعنى، ما المانع أنه الأستاذ أحمد عيد، بما أن لديه لجنة قانونية برئاسة الدكتور ياسر صريحي اللي إحنا ما ندري وش في أي عالم في أي كوكب هذه اللجنة، لماذا لا تكون لديه آلية في التعيين؟ بمعنى أنه علي اليوسف عندما نريد أن يكون في رئيس لجنة الانضباط لها آلية، عندها آلية 1-2-3 يقابل عن طريق اللجنة ويؤخذ إفادات اللجنة فترة معينة، وبعد ذلك يرفع إلى مجلس إدارة الاتحاد، وبعد ذلك صادقا أو يرفع مجلس إدارة الاتحاد يرفع الجمعية العمومية، لأن الجمعية العمومية هي التي بموجب مادة 36 والمادة أنا ما أدري طيب. رقم المادة هي التي تقيل الأشخاص اللي موجودين في الهيئة القضائية، فلذلك هي لها حق ايضا التعيين. لعلكم فعلا تركزون عليها في البرنامج، وبالمناسبه احنا ما نؤدي الا دورنا، يعني صحيح كقناه سعوديه الرياضيه لا نؤدي الا ادوارنا، لكن بالتاكيد نحتاج الى تكاتف الجميع منهم المسؤولين. انا ملامتي على المتخصصين لانه قديم، فبمشيئة الله تعالى يعني القادم راح يكون افضل وافضل. خلينا نبدا فقره فقره. دكتور مدني، خلينا نبدا بالفقره الاولى معك. طبعا هو انتهت فتره عمل الاستاذ نويصر كرئيس للرابطه، واحنا عارفين أنه بحسب الأخبار التي راجت في الأيام الماضية أن أستاذ نويصر وكذلك النائبة الآن اللي راح يشغل مكانها مؤقتا هما مرشحان لخلافة أحمد عيد في الانتخابات القادمة لاتحاد القدم. أعطيني تصورك العام عن الشخصيتين وعن الأداء اللي أداه بشكل خاص الأستاذ محمد نويصر على رأس الرابطة، هل كان مرضي الرابطة أداءها خلال الفترة اللي مضت؟ يعني نسبيا مقنع، بالذات لما يعني جلبت اموال للانديه، انما يمكن في طموح اكثر من كده. انت الان ما تعرف الشفافيه العاليه على حسب الرابطه وايش عقودات، احنا ما نسمع انما ما بنشوف شيء يعني في فعلا بالنسبه للانديه تتكلم، دائما تسمع الانديه تقول لك تشتكي استلمنا وما استلمنا، انما بصفه عامه في عقد مع عبد اللطيف جميل، في عقد مع بعض كل دخولات المفروض للأندية السعودية وهذه مقبولة. إنما إذا كان محمد نواصر وساحل مسحل، أعتقد إنهم شخصيات جيدة جدا كرياضيين، بس ما أعتقد إنه أنا ولا الثاني ولا الثالث، هي اللجنة اللي حتختار، اللي تختار لمين وليه. صوتك دكتور، صوتك لو كنت سترشح راح تعطيه لمين احد الشخصيتين هذين؟ او مثلا لو قلنا، طبعا يبدو لي الى الان الاخبار لم يعني يروج لها على انه راح يكون في اعاده ترشيح للاستاذ احمد عيد، لكن لو خلال او من خلال واحد من الشخصيات الثلاثه هذه، صوتك انت شخصيا راح تعطيه مين كقامه اعلاميه؟ صاروا كانوا اثنين الحين صاروا ثلاثه. بالضبط من الثلاثه احمد عيد. احمد عيد انا اعتقد انه اخذ الفرصه الكافيه لمده الاربع سنين، واعتقد ان يقول له شكرا، قدمت ما استطعت، ولكن أنت كأحمد عيد رجل محترم مقبول لك كله، ولكنك فقدت شخصية اتحاد الكرة بسبب تنازلاتك عن حاجات كثيرة قانونية، ومن حقك أنك توقف كل الناس اللي تطاولوا على الاتحاد وعلى شخصك. هذه عشان كده ما أعتقد أن أقول لك تجدد يا أحمد عيد، إلا لهم مصالح اختاروا. أنا يمكن نويصر يعني شاب نشط ده، بس اعتقد هو اللي ياسر المسحل اكثر شيء يعني سمعنا عنه شفناه، لكن ما شفناه يقوم بعمل تام على لجنة. قد يكون له اصوات تقدر يستفيد منها ويكون رئيس الاتحاد. انا اريد من رئيس اتحاد كرة القدم المنتخب رئيس قوي بالنظام وليس متجبر بدون نظام، نريد نظام قانون كل الناس عارفة حدوده، وهو يستطيع أن يستخدم هذا النظام في حق اتحاد الكرة وما يتطاول عليه الآخرين، ويعطي كل ذي حق حق، هذا اللي نريد منه. طيب صوتك، أنا صوتك أشوفك ما وجهت لأي أحد منهم، ما أنت مو راضي عن أداء الثلاثة؟ لا أنا ما قلت لك ياسر المسحل أكثر شيء يكون، قلت طيب. لك ما جميل. ما قلت لك شفناه في لجان قبل كده، لكن المحك هذا معك انت تشوف يعني الرجل في محك سنه سنتين في مجال عشان تقدر تحكم عليه. يعني اذا اخذ من الثلاثه اعتقد ياسر المسحل اكثر
شخص قد يكون له الانتخاب. جميل. أبو طيب محمد. في الحديث عن الرابطة زين لما نتكلم هل هي بالترشيح ولا التعيين؟ أنا بسألك الآن وش المفترض إنها؟ أنا بسألك الآن سؤالي لك أنا. أنا فاهم. أنت تشعر إنه الرئيس لابد إنه مرشح ولا معين؟ والله مو ما المسؤول. هو الآن الدارج الدارج الآن. حطت مطبلي. الدارج الآن الدارج الآن. مرشح. إنه لا لا الدارج الآن إنه معين. زين. الدارج بالتعريف بالمفروض انه في العمل في العمل هذا واقع الحال أيه لكن المفترض انه يكون مرشح أيه هذا بالنهايه تبغى توصل له في النظام في التعريفات. شوف اوجه رسالتي الان لانديه الدرجه الاولى والثانيه ودوري محترفين دوري المحترفين جميل مسؤوليهم لابد لدي يرفعون تظلم لتعديل شيء معين هنا بذكره وهذه لابد اني اذكرها في التعريفات مذكور الرابطه تنظيم ذو شخصية اعتبارية تابع ومعترف به من قبل الاتحاد زين في المادة 46 اللي هي الخاصة اللي ذكرها طلال الشيخ تعد الفقرة الأولى في 46 تعد رابطة دوري المحترفين كيان قانوني دائم يتكون من الأندية المشاركة في دوري المحترفين ومستقل إداريا وماليا وتنظيما وتعمل تحت مظلة الاتحاد طالما أنه يتكون من هذه الأندية لماذا أظلمها بالترشيح بالتعيين؟ لماذا آتي وأضع النويسر أو آتي وأضع المسيحل؟ لماذا لا يكون للأندية هذه دور في ترشيحه عن طريق الجمعية العمومية؟ بس هو الجمعية العمومية كان عندهم جولة خاسرة يا رجل كان عندهم جولة خاسرة قدام الاتحاد رابطة المحترفين في قصة عشناها يمكن 3-4-5-6 شهور مضى رابطة المحترفين ذكرت أنه كياني أنا يا رابطة أنا كياني يتكون من هذه الأندية اللي عددها إن شاء الله فوق 100 ولا أقل ولا زين لماذا أأتي بشخص مسؤول عن الرابطة وأنا ليس لي دور وهو الذي يتكون مني أنا من الرابطة أنا أتكلم بلسان الرابطة فهمتني أستاذ علي؟ يعني هذا ظلم شنيع يعني هو عندي 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 المشكله هذه نفس سؤالي اللي قبل شوي نفس سؤالي قبل شوي اشكاليات هل الجمعيه العموميه قادر ان تفرض تاخذ حقها ايه الانديه لان عندهم جوله خاسره ما استطاعوا لا لا لا, لا انا في جوله مضت خاسره لا 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 احمد عيد يسمع كثيرا يعني يسمع الاشياء الجميله يسمع صحيح انه تمرر عليه اشياء لكنه يسمع الاشياء الجميله انا اجزم جزما لو الانديه تكاتفت الان وطلبت إسقاط هذا القرار اللي يختص بالمسحل ويتم التعيين عن طريق الجمعية العمومية أنا متأكد متأكد أنه بيصير فيه اجتماع عاجل ويؤخذ فيه الأندية إذا اشتركت هذه الأندية اللي تحت مظلة الجمعية العمومية طيب عن الثلاث شخصيات هذه صوتك من إذا كان مثلا لأني ما ركزت في الأسماء مسحل ويصر أحمد عيد في حال أنها قدم اسمها في إعادة ترشيح في على رئاسة الاتحاد لا 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 ولا واحد الرابط أداها ما كان مرضي لا 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 خصوصا نويسر هذا لابد انه خلاص يعني كفايه نويسر يعني كفايه ثلاث ارباع طيب الفقره الثانيه اللي ناقشوها في الاجتماع واللي عبر عنها قبل شوي الاستاذ طلال الشيخ قال انه والاكثر شيء كنتم تنتظرونه وفعلا هو كان اكثر شيء يعني كان ربما ماخذ الضوء فيما يتعلق بالاجتماع اللي جرى اليوم وهو فيما يتعلق بالأستاذ أو الدكتور خالد البابطين دكتور خالد البابطين بحسب ما ورد بالاجتماع وقع في خطأين وذكروهم الأول فيما يتعلق بالسرية المعلومات خطأ الثاني الجهة المرسل إليه أو آلية إرسال المخالفة للمخالف قال السرية تنص الفقرتين وحددها المادة 96 بالضبط تقسيم 1 و96 تقسيم 2 المداولات والسرية وتكون خلف يجب أن يضمن أعضاء الهيئات القضائية سرية أي معلومات يتم الكشف عنها خلال سير معاملهم حط بين قوسين المعلومات المتعلقة بالحالة ومحتويات المداولات والقرارات المتخذة أنا سؤالي الآن إيش المعلومة السرية اللي كشف عنها دكتور خالد البابطين خلال الفترة الماضية لا هي شوف كمبدأ عام يعني معليش هل كشف أشياء سرية لا هي كل يكفي كلمة مداولات لأنه ذكرها في أكثر من قناة يقولوا اجتمعنا وقلنا أنه قال سنفوز ولا ما نفوز هذه المفترض أنه بغض النظر مع أنها صادرة بعد القرار مش قبل القرار يعني له الحق أنه يتكلم أيضا أنا ضد اللي مذكورة الآن أنه رئيس لجنة الانضباط لا يتحدث هو بمثابة القاضي لا يتحدث ما في ولا نص هنا لطلال أهل الشيخ أقول له يمنع أنه يتحدث وأنا أقول للبابطين أخرج ثم أخرج وتحدث الشيء الثاني إذا كان يتحدث عن السرية طلال الشيخ ومجلس الإدارة
لازلت أكرر، من أنتم كي تحاسبون خالد البابطين؟ يا لجنة الإعلامية. إي لا 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 لا، المجلس الإدارة اللي حشر فيها الشيخ. من أنتم بصفتكم يعني، من أنتم المركز القانوني؟ من أنتم كي تحاسبون هذه؟ هذه المحاسبات هذه لابد أن تتم عن طريق الجمعية العمومية إذا كان هناك نية إقالة. طيب طيب أوكي، وضحت الفكرة هذه. دكتور نفس السؤال، يعني أنت خلال اطلاعك وأنت رجل خبير إعلاميا، هل شفت معلومة سرية خرجت من الدكتور بابطين إن كان بلقاءاته اللي أجريت إعلاميا أو من حسابه الشخصي في تويتر؟ أنا لم أقرأ عن في حساباته، ولكن سمعت أنه غرد وما غرد، وعلى المشكلة أنه كابتن أحمد عسيري ومحمد أمان وكلام، يعني ما أعتقد أنه، أنا في رأيي أنه يدي له مشكلة كبيرة كمسارة. أنا لسه بقول لك في الأسئلة، إذا البابطين يعلم هذه كله وأن هناك أسرار وهن هذه أسرار ونفس عنها، طيب أوكي، أنتوا ليش مخليين برضو البابطين في في في, في اتحاد يعني نفس الجمعية نفس اللجنة لجنة بالضبط؟ أنت شلتوا من رئيس ونزلتوا العضو ليه؟ أنت هو إذا كان هو تخطى هذه الحساسيات اللي عندك والسريات ده، طب كيف تبقي في اللجنة؟ إذا ما ده يستمر كرئيس للجنة، هذا المفروض. وأنا شايف كما قال الأستاذ خالد الشاعر، ما هي السرية اللي عندكم؟ هل إنه هو غرد علشان طب تغريدات كثيرة ترى حصلت من اتحاد الكرة ومن غيره على أمور كثيرة حصلت في توقيف لعيبة، في مشاكل كثيرة حصلت قبل كده. نحن ما نعرف متى الأشياء اللي لا تطلع وأشياء اللي تطلع، ما إحنا عارفين ما هي. فما أعتقد إنه إذا كان خالد البابطين كما يقال إنه تخطى هذه الأمور كلها وقال كلام يعني ما يجوز إنه يقوله أو يسربه للإعلام، طب وأنت مبقي لزال في اللجنة؟ طيب أنا ما أعتقد. أنا لو أنا محل خالد البابطين، لا لا في نقطة، أنا ما أقدر إني أستمر في الاتحاد. قبل التواصل الاجتماعي أسأل نفس السؤال عشان يكون كان متسق. نفس السؤال اللي أثار الدكتور الآن، هو يعني سبق يعني بنا بأكثر من فقرة، هل مسمى أو عبارة إعادة تشكيل أن بالناتج تفرض عليهم بقاء اسم خالد بابطين في اللجنة؟ لا لا لا، إعادة التشكيل أصلا هي في المادة 24 وهي مشروطة بالمصلحة العامة. إذا كان أحمد عيد بيقول عندنا مصلحة عامة ولا طلال الشيخ ولا المجلس الإدارة، ما هي المصلحة العامة اللي تتحدث عنها؟ والمصلحة العامة لها شروط. يعني أنا بين قوسين وأنا مسؤول عنها، هي مصلحة سوء النية، هم لجأوا لهذه المادة كي يهربوا من المادة 36. هذه موجودة نصا. إيه، لأن المادة 36 تتعلق بالجمعية العمومية. أحمد عيد عنده رعب شديد من الجمعية العمومية، لا يريد أن يشاهد جمعية عمومية، لا يريد أن يحضر ولا يريد إطلاقا، معروف 4 سنوات ما شفنا جمعية. وجهة نظرك، لكن سؤالي. لا وجهة نظري. أنا أتكلم أبي عن بقاء خالد بابطين في الجمعية، ما دام إنه الحين شالوه في اللجنة، ما دام شالوه، هل في شيء مادة فقرة يمين يسار تفرض عليهم بقاء اسمه كعضو؟ لا انت قصدك انه يستطيعوا انهم يقولون لا استقيل او اقاله بالضبط. شوف، اقاله بموجب الماده 36 لابد انها عن طريق الجمعيه العموميه، ولها مشروطه بسبع ضوابط، اللي هي الدفاع عن نفسه، اللي هي الاقتراع. أوكي. لا لا لا، ضوابط اعطاها النظام، ضوابط يعني لا يخل فيها، لا تخل فيها الجمعيه العموميه وكفلتها للرئيس لجنه الانضباط. لا نتحدث الآن عن إقالة، الإقالة لابد عن طريق الجمعية العمومية، هذه جزما. إذا كنا نتحدث أنهم نزلوا هذا، إذا لكم تملصوا عن النظام أو قفزوا عن النظام وحطوه، هذا عشوائية. تعال يا باصفر اللي هو رئيس لجنة المنازعات، تعال بنحطك أنت الرئيس، وتعال أنت فلان، خذ الأعنف اللي هو الآن العضو سعود الرومي اللي وضعوه رئيس فضة المنازعات. نعم. هو كان فضة المنازعات، هو كان نائب. لك أن تتصور هو موجود في تشكيل تأسيس هيئة التحكيم اللي عن طريق صاحب سمو الملك الأمير عبد الله بن مساعد. فوضى وعشوائية وجيب ومن بجيب. طيب هو من نفس المجال، معليش بخال خلا أعرضك هذه فيها شوي، لأن أنا أتكلم ترى بصفة قانونية، لذلك لا أجد يعني ربما أي صوت آخر ربما يناقض بعض الـ 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 الأفكار اللي تقدمها، لكنه الرجل من نفس المجال
الرئيس أنا ما أقدمها، هو النظام اللي تقدمها واللائحة هي اللي تقدمها، هو النظام واللائحة هي اللي تقدمها، أنا لا أقدم شيء. فلذلك أنا مشكلتي الحقيقية هي في طريقة التعيين وعرابين التعيين في الاتحاد السعودي لكرة القدم والرئاسة، اللي هم عبد اللطيف الهريش وعبد الله البرقان لازلت مصر. هذه سياستهم وهذا الروتين حقهم، لابد أن نخلص منه. جيب فلان، أنا عندي واحد من يكمل من يكمل، قالوها بالنطق عبد الله البرقان، قالها بالنطق للشخص اللي قال لي، قال إنه خلاص أنا جبت واحد في العضو من نحط رئيس، ما نبغى الرئيس اللجنة واحد موجود، نبغى واحد بعيد، وجابوا البابطين. طب جاء عن طريق عبد اللطيف الهريش ومرر للمعيبي. بالذكر ما دامك جيت على الدكتور البرقان، الدكتور البرقان يعتبر ربما من أبرز شخصيات في الاتحاد اللي كان من خلاله تمرر، إذا ما قلنا السرية الآن، كان يعطي معلومات بحسابه الشخصي قبل ما تصدر من اللجنة الشخصية. توب بتكلم عن التواصل، تواصل أنا ما أدري ليش ناس كثيرين يدندنون عليها وفي الإعلام أنه لابد لا تغرد من حسابك. أبغى أغرد من حسابي. إذا كانت هي المحظورة اللي هي المادة 111 اللي هي إرسال البلاغات وما إلى ذلك من اللجنة، هذه تتم عن طريق شخصية، لكني بغرد عن طريق حسابي عن أي ملاحظة. الآن منعوه، يقدر يغرد يواصل؟ يقدر يغرد، لا وأنا أدعوه أنه يغرد، غرد يا بابطين غرد، ما في أي شيء، فلتغرد بلبل، ما في أي شيء بلبل، البلبل يعني يحسبوا أنه يعني بلبل. دكتور بالمجمل اللي حصل قبل ما نستكمل الفقرات، وتقريبا بقي عندنا فقرة واحدة، بالمجمل اللي حصل هل تتصور الاتحاد السعودي قاعد يثبت شخصيته؟ يعني شفناه في جولات سابقة، إذا ما جاز للتعبير باستخدام كلمة جولة، كسبها أمام الجمعية العمومية برئاسة الأستاذ خالد المعمر، الآن وثبتت شخصيته بالقانون، بين قوسين بالقانون، يعني اجتماع وجاب وفد من الفيفا وحضر وقدم لها النظام الأساسي، يعني تاريخ عرفنا كلنا تفاصيله، كسب جولته الماضية والآن كسب جولته بالقانون، نص بالنص، فقرة أولى وفقرة ثانية، كشف عن أخبار سرية الدكتور خالد بابطين وطريقة تقديمه للمعلومة في الإيقاف كذلك خطأ. فهل ترى، هل ممكن تغير كلامك قبل شوي وقت ما تقول الدكتور أستاذ أحمد عيد إنه باي باي؟ الرجل الآن يؤدي عمليا على أرض الواقع، يؤدي كويس، كسب جولة قدام الجمعية وكسب جولة قدام رجل قانوني. طب أنت بنقول هو كسب الجولة، إحنا بنقول أنت الآن شفنا بنكون زي ما قال لك الاستاذ عبد الله البرقان، الدكتور عبد الله البرقان يا ما غرد في عادي عن مشاكل الانديه وتسجيل اللعيبه، كله سمعناه ده تقريبا، هذه ما هي اسرار تعتبر؟ ما هي اسرار لما يقول على النادي الفلاني 36 قضيه على النادي؟ هذه ما هي اسرار، هذه اسرار. برافو عليك طيب. دكتور ليش ما وقفوا عبد الله البرقان لما طلع الاسرار دي؟ ليه اصبحت اليوم إنه لما قال التغريدة مثلا أحمد عسيري ولا ده وطلعوا واللعيبة يتوقفوا أصبحت أسرار؟ علشان كده أنت قد تقتنع، أنا ماني يعني قانوني زي يعني أستاذ خالد الشعلان، ولكن أنا على حسب المعرفة دي اللي قال التغريدات دي كنت كل اتحاد الكرة بتغردوا ضد بعض وتغردوا كل نظامكم وتؤدي، وصارت مشاكل كثيرة وعدم الاقتناع في الشارع الرياضي باتحاد الكرة عندما كانت هذه المصادمات. لما جيتني مع الهيئة العامة ورتبت أمورك مع الاتحاد الدولي وجيت في مشاكل احنا ما ندري عن اللي حصل في الاجتماعات، احنا طيب ديب وطلع والله هذا يعني ابن صالح اتفهينا، انما احنا ما ندري جوا في نقاشات وايش عليهم وايش لهم. ايضا لما تيجي اليوم اوكي اليوم الان قال لك الاستاذ خالد الشعلان عن الطريقه اللي سووها غير قانونيه، فكيف هو كسب القانونيه الان؟ يا ما كسب، انت تبغى تتخلص من خالد البابطين، هذه القضيه، لانك انت خالد البابطين تبغى تتخلص منه، وانت عارف روح درت انه ما هي المصلحه العامه عشان تغير الجمعيه الانضباط هذا، ما هي الان انه هو خالد بابطين تقول انه طلع اسراره وفاز. طيب يا اخي الرجل هذا ما بتشيله من رئيس وتخليه عضو؟ طب ما تشيله بالمره، سواء انت عندك الامكانيه تخاطب الجمعيه العموميه وترسل لها قرارك هذا، لكن لا تيجي تقول لي انا مع احترامي يا علي انه هو كسب هذه الجوله، كسبها بيخليها باسلوب طريق اعلامي انه حصل ذا. يعني انا قلت توعيده، انا كدكتور خالد بابطين لو انا موجود في هذه اللجنه وصارت كده، سواء خليني اقولها بعلني في تآمر على اني انا يبغوا مثلا يعاقبوني بطريقه اخرى، اقول لهم باي باي، انا رجل له قيمته له مكانته، لا ما اقبل على نفسي.
ما أقبل على نفسي يصير فيها كذا. طيب عندي استفسار قبل ما أجيلك أبو محمد، عندي استفسار الدكتور جعلك مرة ثانية، أنت ما شد انتباهك أنه تقديم الشكر للأستاذ فهد القحيز عن ما قدمه وخلاص باي باي أستاذ فهد القحيز؟ ما هو يبدو لي، وصحح المعلومة إذا كانت المعلومة اللي وصلتني غلط، ما قدمه أستاذ فهد القحيز يستحق أقل شيء استمرار. فهد كان رئيس إيه؟ الانضباط في في وقت في وقت في وقت أول. قبل بابطين. نعم مكلف. قبل لما جابوا البابطين انت جيت وجبت البابطين تبغى تعينه، واخذت من فهد انه خلاص ما يبغى او له ظروف يمكن اعتذر. لكن انت لما جاك التعيين هل انت جلست مع البابطين وشفت خلفيته الرياضيه وما خلفيته؟ ما اذا انت غلطان اصلا. بس أنا تجي وتحمل هذا الرجل من رئيس اللجنة عشان تقول له أرجع أنت عضو في اللجنة على إيه؟ طيب أنت ما لما جاءتك التعيين وقالوك هذا الاسم أنا أجلس معاه وتناقش معاه وإيش فاهم، وطلع البابطين وقال أنا مالية خلفية كبيرة في الرياضة ومع الوقت أوكي. طيب أنت كيف تخلي رئيس هو لسه ما عنده الخبرة في الساحة الرياضية؟ طيب أبو محمد ما شد انتباهك انه فهد القحيز؟ لا اول شيء انا كل واحد وجهه نظر، هذه وجهه نظرك في الاستاذ فهد القحيز. فهد القحيز يعني وجوده غلط، هو قدم هو اللي طلب، هو اللي طلب ولا هم اللي قالوا؟ فهد القحيز اول شيء اذا كان رئيس ليس قانوني، والشرط موجود في النظام الاساسي وجوبي انه لا كرئيس إيه كرئيس هو كان عضو، هو كان عضو بعدين استمر عضو حتى في التكليف. انا لي تحفظ ايضا في فترته، كانت التسبيب في القرارات كانت غير جيده تماما. اتركني الان من فهد القحيز. بالنسبه للتعيين اللي انا مصر عليه اللي هو خلاصنا، هي وضحت الفكره. لا 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 لا, لا بجيب لك دليل، لابد ان يكون من خلال الجمعيه العموميه من خلال الانديه. لا 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 بجيب لك دليل، بجيب لك دليل. الواحد يحزن. ليش احزن؟ فتره من فترات كان الامين العام للاتحاد السعودي لكره القدم فيصل عبد الهادي. زين بالله لا طول فيها لان الفكره وصلت. لا 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 الفكره وصلت، عندنا ترى استجدادات كثيره. اقل من دقيقه كان معه الاستاذ علي حمدان يسير اعمال الاتحاد كمساعد، او انا بالضبط المسمى لا. الاعلام الهلالي شن حمله لا تبقى لا تبقي ولا تذر تجاه هذا. من الذي عين علي حمدان؟ لماذا عين؟ مع ان النظام الاساسي وقتها كان غير معتمد، يعني بالتالي اقدر اجيب علي يوسف، علي يوسف او اي احد. لا تجرنا، لا 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 اجرك الان. طبعا عندنا شوف الوضع علينا، لماذا الصمت عن التعيينات؟ لماذا الصمت مع انه في حظر في النظام الاساسي حيال التعيينات؟ طيب الاجتماع اليوم طبعا فكرته كانت واضحه، لذلك انه ما ودنا ننجرف والوقت ضيق علينا وعندنا اكثر مستجد نتكلم عنه اليوم في الاجتماع. كذلك اتحاد القدم اثار نقطه مهمه جدا في قضيه انه رفض لعب الانديه السعوديه في الملاعب الايرانيه. دكتور بخبرتك وبحسب ما تراه، طبعا الكل لن اقول الاغلبيه، الكل يشيد بخطوه مثل هذه، انت ترى وقعها بعدين على الانديه السعوديه خصوصا في وقت ما نلعب مع الانديه الإيرانية، أنه خلاص الآن الكرة في ملعبك عند السعودية ما نبغى إلا نتائج فوز وبس، تعادل مرفوض؟ أولا نحن حكاية الفوز والهذه أساسي في أي لأي مسابقة تخص، سواء كانت إيران موجودة أو إيران ما هي موجودة. لكن القضية ما هي قضية الأندية أصلا، قضية سياسية. الدولة قطعت علاقاتها بسبب تعدي تدخل إيران في الأمور الشخصية للدولة، وإحنا مع تبع الدولة. النظام الدولي يقول عندما تقطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الأندية يصير للأندية دي أن تلعب في أراضي محايدة. طيب يعني بسيطة جدا، إذا الاتحاد الآسيوي حيكون ضعيف أمام الأندية، شرف لي أنا كسعودية أنسحب من الأندية من البطولة الآسيوية مو شيء، لأنه أنا لي دولة وأنا تبع دولة وأنتم تأخذوا القرارات الموجودة كنظام. النظام يقول لك إذا انسحب انقطعت العلاقات الدبلوماسية مع أي دولتين أو تلعب في أراضي جميل. يعني محايدة. طيب فما ليش لما تتخذوا قرار ده الاتحاد الآسيوي؟ حلو أبو محمد عندك إضافة؟ ولا طبعا النقطة هذه الكل، وأنا أصفق يعني الكل من الإعلاميين أدوا دورهم تجاهها، وإحنا كأبناء وطن أدينا تجاه هذه الرسالة. لكن أنه أتكلم عن نقطة في البيان مذكور بالصيغة أنه الاتحاد السعودي لكرة القدم سيعد خطاب ذو صيغة أنه يرسله الاتحاد الآسيوي. أنا أتمنى من الأستاذ أحمد عيد أنه هذا الخطاب يدعم بالمواد اللي موجودة في اللائحة الدولية، فيه أشياء تمنع
الأشياء هذه، إنه بلد يذهب إلى بلد لإجراء كرة قدم ويكتشف إنه انجرف لساحة سياسية أيوة، ما صار ولا يوجد قدم. ولا يوجد أصلاً ممثلين الدبلوماسيين في هذا البلد، هذا شيء محظور أصلاً في في في, في طيب. نظام الكرة. وضحت. الآن انتهى فيما يتعلق حديثنا ومحورنا، واللي صراحة يعني يستحق ربما أوقات أكثر الحديث عنه، وخصوصا في وجود قامة يعني قانونية بقامة الأستاذ خالد الشعلان. لكن تقريبا ربما هذا الأهم الحديث عنه في خلال الدقائق الماضية، وعندنا كذلك مستجدات أخرى سنحاول بما تبقى لنا من وقت للمرور عليها والحديث عنها. واحد من أهم المستجدات واللي يعطينا ربما شوي من الانتشاء يتعلق بالتصنيف الأخير لمنتخبنا السعودي الأول دوليا، فقد صعد الأخضر السعودي للمركز 75. طبعا هذا مو أملنا ولا هذا طموحنا ولا تطلعاتنا، لكنه احنا نمشي خطوة خطوة. صعد إلى مركز 75 في تصنيف الفيفا للمنتخبات العالمية، وهو التصنيف الصادر اليوم لشهر يناير لعام 2016، وحصد الأخضر 474 نقطة، علما أنه كان في المركز 80 في التصنيف السابق. وجاء المنتخب السعودي في المركز السابع بين المنتخبات الآسيوية، حيث تصدر المنتخبات الآسيوية، تصدرت إذن المنتخب الإيراني ثم كوريا الجنوبية ثم اليابان. وعلى صعيد المنتخبات العالمية واصلت بلجيكا في المركز الأول ثم الأرجنتين ثانيا، بينما جاءت إسبانيا في المركز الثالث في التصنيف هذا، وسيصدر التصنيف القادم في فبراير القادم إن شاء الله تعالى. طبعا إشارة بسيطة، بحسب التصنيف الأخير هذا المنتخب السعودي استطاع أن يرتقي من حيث النقاط ببلس يعني بزائد 42 نقطة. منتخبات أخرى في بعضها حققت تقريبا 12 نقطة فقط، بينما المنتخب السعودي بآخر التصنيف اللي حصل هذا إن استطاع أن يرتقي بيستفيد من 42 نقطة. الأخبار تتواصل فيما يتعلق بالمنتخب السعودي، ولكن هذه المرة المنتخب بدرجة الأولمبي، فقد لعب منتخبنا اليوم مباراة الودية الثانية من خلال معسكره الذي يقام الآن في جبل علي، وتعادل في المباراة أمام المنتخب كوريا الجنوبية سلبا في ثاني مباراة الودية خلال المعسكر الإعدادي بدولة الإمارات، والتي جمعته منتخب كوريا الجنوبية على ملعب نادي الشباب الإماراتي على هامش استعدادات المنتخب لبطولة كأس آسيا المنتخبات تحت سن 23 عام. طبعا استعدادات هذه تتعلق بمشاركات القادمة إن شاء الله تعالى، وراح تبدأ يوم الثلاثاء القادم في إطار كأس آسيا تحت سن 23 عام. نطلع وياك مع أعزائي المشاهدين لمشاهدة تقرير أعد من الإمارات في منطقة جبل علي على وجه الخصوص بما يتعلق بالمباراة الأخيرة هذا اليوم لعبت أمام كوريا الجنوبية، بعدها نعود للتعليق. قبل أيام على انطلاق بطولة كأس آسيا للمنتخبات تحت 23 عاما، يخوض المنتخب السعودي الأولمبي معسكرا تدريبيا استعدادا للبطولة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة في 12 من شهر يناير الجاري، ويمتد معسكر الأخضر حتى 9 من شهر يناير الجاري. هدفنا هو الوصول إلى أولمبيات ريو دي جانيرو، ونحن هنا نخوض معسكرا تدريبيا من أجل الاستعداد لبطولة كأس آسيا. والله دائما هدفنا دائما البطولة، وتفكيرنا يعني أعتقد أنه دائما تفكير أي منتخب يعني بالذات خاصة يعني خلينا نقول المنتخب السعودي تفكير البطولة. وإذا تكلمنا عن الترشيح المنتخب السعودي مرشح قوي مع بعض المنتخبات، ولكن هدفنا إن شاء الله البطولة. راح نبدأ استعدادنا إن شاء الله هذه البطولة زي ما قلت لك في المعسكر استعداد جيد وقوي، ولكن دخولنا في البطولة إن شاء الله تكون من أول مباراة راح نشارك فيها هي تكون تفكيرنا الأول، ومن بعدها تكون مباراتنا الثانية والثالثة، ولكن من بعدها تعرف في كل مرحلة نفكر فيها. الوقوف على الجاهزية الفنية للفريق ورفع اللياقة البدنية هي أبرز النقاط الإيجابية التي خرج بها المنتخب في لقائه الودي خلال المعسكر أمام نظيره العراقي، رغم خسارته بثلاثة أهداف دون رد، مع تأكيد لاعبي الأخضر على رغبتهم بإسعاد جماهيرهم من خلال العودة بالكأس الآسيوية والتأهل إلى أولمبياد ريو دي جانيرو العام المقبل. طبعا أكيد بننافس على البطولة إن شاء الله، نحقق البطولة إن شاء الله، ومن تحقيق البطولة إن شاء الله للأولمبياد في ريو بإذن الله. استعداداتنا جيدة للبطولة، وحنلعب بإذن الله مباراتين ودية، وإن شاء الله أنه نخش البطولة جاهزين بإذن الله.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي الأولمبي جاء على رأس المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان وكوريا الشمالية وتايلاند، ما يجعل مهمته ليست بالسهلة للفوز باللقب الآسيوي. استعدادات مكثفة للأخضر الأولمبي قبل بداية رحلته في البطولة الآسيوية، إلا أن الهدف الأبرز يبقى الوصول إلى أولمبيات ريو دي جانيرو في البرازيل عام 2016. لبرنامج الملعب، كنان سمير، دبي. دكتور، كيف تقرأ النتائج المباراتين الوديتين للمنتخب السعودي؟ الأولى انهزم قدام العراق 3-0، والمباراة اليوم انتهت تعادل سلبي 0-0. يعني المؤشر يقول أن المنتخب السعودي قد يكون في المباراة الأولى لعب بأكبر عدد من اللعيبة للتجربة سموها، ثم في المباراة الثانية بدأ يركز على أفضل 11 قد يبدأ بهم، والبدائل يمكن 3 ولا 4. إذا بدأ، لأنه أنت لما تقول على العراق الوضع، خليني أقول لك الرياضي، ما هو زي ما نلعب مع كوريا، والوضع الكوري كوريا منافسة ليا حتى على المستوى المنتخب الأول أو على، لكن الكعب السعودية مع كوريا الجنوبية إحنا الأقوى ولا أحسن، هذا معروفة. لو تعرف 2006 متأخر لعبنا كأس العالم، كوريا الجنوبية غلبناها بالصف الثاني وفي أرضها على العموم. لكن المؤشر يقول إنه في تحسن من مغلوب بثلاثة صفر في مباراة الجنوبية أولى إلى أنك تلعب وتطلع مباراة من ضمن الفرق هتكون لها شأن في التصفيات هذه أو في كأس آسيا، إن من ضمن اليابان وكوريا الجنوبية. أنا حلعب مع كوريا الشمالية. أعتقد السعودية الجدول حتى الآن المحطوط جيد جدا، لدرجة أنك تستطيع أن تقفز مباراتين وتطلع بستة نقاط، وحتى لو تعادلت مع اليابان أنت حتكون متأهل. المنتخب الأولمبي هذا أنت متفائل فيه، خصوصا بالأسماء اللي تلعب، يعني تقريبا هي دكتور مدني، هي تقريبا الأسماء هذه تلعب أساسية مع الفريق الأول باللي فرقهم. شوف، أنا في فلسفتي قد لا يطرد الآخرين، عارف أنه قبل كده كنا بنقول أنه زي مصطفى بصاص، فهد المولد، دول لعيبة يلعبوا في المنتخب الأول وبعض اللعيب ولا يلعبوا مع الأولمبي. اليوم أنت لما زي ما تفضلت، لما اللاعب يلعب في نادي في الفريق الأول وتقول له والله في مباراة في الأولمبي نزل، ترى عطاؤه حيقل، لأنه نازل ب يعني خلينا نقول نقفة أو شكل أعلى، أنه أنا جاي من الفريق الأول، أنا ما ألعب في الفريق الأول في المنتخب الأول ترجعني للأولمبي، عطائي ترى حيقل. أنا بقول العطاء النفسي عند اللاعب حيقل، لأن أنا أعلى من مستوى اللعيبة دول كلهم، لأنه أنا بلعب في المنتخب الأول. وهذه خطأ قد أتمنى لا يكون، ولكن قد تدفع ثمنه. طيب، في هذه المباراة أتمنى أنه تعالج علاج نفسي مع نفس اللعيبة. طيب، هم بيلعبوا في المنتخب الأول. جميل. أبو محمد، هل كرجل قانوني هل في مادة تقدر من خلالها يعني تلقى منفذ على إدارة الاتحاد السعودي وقت ما شالوا مثل بندر الجعيثن؟ كان ماشي خطوات كويسة وكان معد الفريق الأولمبي هذا بندر الجعيثن، فجأة جابوا له مدرب من السيد الهولندي من طاقم مدرب المنتخب الاول سيد مارفك، جابوا له بالباراشوت وحطوه، ما في قانونيه عندك تفرض عليه انه يستمر بندر الجعيثن؟ اعظم من الواقع هذه، عملوها مع الكابتن القدير صالح مطلق، كان في منتخب باء للفريق المنتخب الاول وحقق نتائج جيده، وبعدها طيب بالنهاية لا في النهاية أداء كويس المنتخب الأولمبي. أنا متفائل سيد الهولندي من ناحية اللاعبين، أنا متفائل لأن هذا المنتخب توقف دوري المحترفين بسبب منتخب أولمبي، والإعلام كله يتكلم عن هذا الشيء، أيضا الجماهير ستركز أنظارها على هذا المنتخب. أنا لدي تفاؤل بإذن الله أن هذا يكون دافع للاعبين ويحققون شيء، ولا احنا كالمعتاد يعني ما بعد شفنا في المنتخب الاولمبي، حتى مخرجات المنتخبات الاولمبيه ذكر هو اسماء، انا الى الان ما اشوف منهم شيء الاسماء. طيب نتمنى التوفيق مشيئة الله تعالى منتخبنا الاولمبي في مواجهة القادمه، وهو اللي ما مثل ما راجت الاخبار انهم قاعدين يعدونه انه يكون مشيئة الله تعالى هو الفريق اللي راح يمثل المملكه العربيه السعوديه ب
في المستقبل مشيئة الله تعالى على مستوى المنتخب الأول. آخر مستجد نختم في حلقتنا هذا اليوم أعزائي المشاهدين، أنه استقبل نادي رئيس أو نائب رئيس النادي الأهلي الأستاذ عبدالله بترجي، استقبل وفدا من البرنامج التطوعي لهيئة الأمم المتحدة برئاسة المدير التنفيذي الأستاذ إبراهيم حسين، بزيارة وذلك لزيارة النادي الأهلي وذلك في قاعة الملكي بالنادي الأهلي. وعرب الأستاذ إبراهيم حسين عن سعادة البالغة بما شاهده من إمكانيات في النادي الأهلي وبالدور الكبير الذي يهتم به النادي في جوانب مسؤولية اجتماعية وما تقدمه من فعاليات وأنشطة ينعكس أثرها على المجتمع، متمنيا التوفيق والتقدم والازدهار للراقي في مشواره. وكان الوفد قد قام بجولة على منشآت النادي ومرافقه، بداية بمقر الإدارة ومركز الأمير عبد الله بن فيصل الإعلامي، قبل أن ينتقل لملعب الأمير محمد عبد الله فيصل ومركز الأمير عبد الله الفيصل لقطاعات الناشئين والشباب والأولمبي. في وقت نطلع فيه نطلع الآن أعزائي المشاهدين لمشاهدة لقاء أجري مع رئيس الوفد الزائر. زيارة، أنا سعيد جدا بالتعرف على نشاط النادي الأهلي في ما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، وهو محور أساس في يعني وضع العمل الطوعي في الاتجاه الصحيح. كل الأندية والأنشطة الرياضية حتى الشركات والقطاع الخاص تقوم بأعمال مختلفة من المسؤولية الاجتماعية، وهي من صميم العمل الطوعي، وكانت فرصة طيبة حقيقة للتعرف على دور النادي الأهلي في المسؤولية الاجتماعية والعمل الطوعي. ويعني كذلك في العديد من الأعمال الطوعية الخاصة بالشباب بالتحديد، وهو من المحاور الأساسية لبرنامج الطوعي للأمم المتحدة، وهو البرنامج المناط به دعم العمل الطوعي في العالم، فيعني ده هو المحور الأساس. متى تمت متابعة النادي الأهلي عن كثب بعد اهتمامه بالمسؤولية النواحي الاجتماعية؟ في الحقيقة يمكن يكون الأخوة في جمعية العمل الطوعي السعودي هم اللي اقترحوا زيارة النادي الأهلي والتعرف على أنشطة النادي الأهلي في المسؤولية الاجتماعية، واختيارهم للنادي الأهلي مؤكد يعني كان من صميم معرفتهم بدور المسؤولية الاجتماعية في النادي الأهلي وما تقوم به من دعم للمجتمعات السعودية. عند اطلاعكم على ملف العمل الطوعي في النادي الأهلي ماذا وجدتم بداخل هذا الملف؟ والله افتكر انها تجربة رائدة الحقيقة، واعتقد انها يجب ان تعمم في كل جميع الأندية الأخرى. يعني العافية دكتور، نرحب فيك. شكرا لكم يا تحضير. انتهى وقت حلقتنا لهذا المساء أعزائي المشاهدين الكرام. لا يسعني في نهاية الحلقة إلا أن أتقدم بشكر جزير لضيفي الكريمين الدكتور مدني رحيمي. شكرا دكتور على حضورك معنا في حلقة هذا المساء. شكرا لك الأستاذ خالد الشعلان والمشاهدين الكرام. شكرا امتد لك أنت كذلك ومحمد أستاذ خالد الشعلان على حضورك معنا. قبل الختام دعوة للأندية جميعا أن تتحرر من الرابطة وأن تجعل أمر رئيسها بالتعيين لا بالترشيح لا بالتعيين. طيب. شكرا لكم، شكرا للدكتور والموجودين بالأسرة. شكرا يمتد لكم أنتم كذلك أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. موعد المشيئة الله تعالى تجدد في حلقة يوم الغد.